السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهنكمل الانتيبيوتيك كورس والحلقة الرابعة معانا، وهنكمل اللي بدأناه في الميكروبيولوجي اوف انتيبيوتيكس. قلنا الكورس بتاعنا بيتكون من 3 اوتلاينز، هنتكلم عن الميكروبيولوجي اوف انتيبيوتيكس، وبعد كده الفارماكولوجي اوف انتيبيوتيكس، وبعد كده ناخد الفارماكوثيرابي اوف انتيبيوتيكس، وناخد الديزيزز المختلفة اللي هي بنوصف فيها انتيبيوتيكس. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن البكتيريا، وخدنا الجرام بوزيتيف بكتيريا والجرام نيجاتيف. النهارده ميعادنا مع الاذر بكتيريا، والاذر بكتيريا دي بتكون اكتر من كاتيجوري، منها كاتيجوري اسيد فاست بكتيريا، ومنها السبايروكيتس، ومنها بكتيريا مش بتتصنف على انها جرام بوزيتيف ولا بتتصنف على انها جرام نيجاتيف بكتيريا. اول حاجة الاسيد فاست بكتيريا معانا بتبقى ثين رودز، فبنقول عليها اسيد فاست باسيلاي، ودي بتكون نون موتايل وابليجيت ايروبس زي المايكوبكتيريام تيوبركيلوسيس. وفي نوع تاني بينمو في الحرارة المنخفضة في اللو تمبريتشر، وبيبقى فينولويز بوزيتيف زي المايكوبكتيريام ليبري اللي بتسبب الليبرسي. عندي تاني كاتيجوري اللي هي السبايروكيتس، والسبايروكيتس بصنفها لثلاث حاجات. اول حاجة بكتيريا بتكون مايكرو ايروفيليك، يعني بتتنفس او بتستخدم الاكسجين بنسبة اقل من اللي موجودة في الاتموسفير، ودي بتكون سنسيتيف للهاي تمبريتشر زي التريبونيما باليدم. النوع الثاني بكتيريا بتبقى ريسبوند للسيلفر ستين والجامسيا ستين، ودي برضو بتبقى مايكرو ايروفيليك زي البوريليا بيرجدورفيري وزي البوريليا ريكارانتس. اخر نوع عندي في السبايروكيتس بكتيريا ايروبيك مش مايكرو ايروفيليك، بتبقى بكتيريا بتسبب اي ستانج ابيرانس لما الشخص ياخد العدوى منها زي الليبتوسبايرا انتيروجانس. اخر كاتيجوري معانا اللي هي البكتيريا اللي مش بتتصنف على انها جرام بوزيتيف ولا جرام نيجاتيف، ونبدأ بالمايكوبلازما نيموني، وبعد كده الكلاميديا سيتاكي، وثالث حاجة معانا الكلاميديا تراكوماديس، وبعد كده الكلاميديا نيموني، وبعد كده الريكيتسيا ريكيتسي اللي بتسبب الكساح، وفي الريكيتسيا براوازيكي، واخر نوع معانا الكوكسييلا بيرنيتي. كده نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا. لو عجبك المحتوى اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس.